جول كارفاخال رونالدو جول 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 متعود دائما ضربه مدريد ضربه كريستيانو رونالدو. انا ما اقول في البدايات انه رونالدو واخد برشا عن جيجي بوفون. هذا الجول صاروخ ماديرا جولاتو ديل ميرينجي زيزوش حطت لها رونالدو في نهايه الكبرى يسجل ويا كاتب التاريخ واصل كتابه التاريخ كريستيانو رونالدو اول لاعب يسجل في ثلاث ثنيات مختلفه في تاريخ الشامبيونز 92. شوف الكره كيف دارت وشوف الروس كيف داخت ودارت اليوفي داخ الريال يدوخ رونالدو يضرب ويفرح والنتيجه تعنون وتلون بلون الابيض في زي الاحتياط اليوم. ريال مدريد 1 يووي 0 جول بل جولاتو ديدول كريستيانو رونالدو 1-0 رونالدو. اول شوط عليه حطهالو سابع شوطة في خامس ماتش حطلو ستة في الشبكة 80 مليون يورو البطل مازالت ريالية تعادل مانزوكيتش. يا سوبر يا ماريو سمعني صوتك سمعني صوتك وريني ساقك ما احلى ساقك كرة تسوق وتنساك السيد العجوز بشبانها ورجالها لا تعرف معنى الاستسلام كرينتوزو. هذا مانزوكيتش هذا مانزوكيتش يا سادة يدخل بهذا الهدف أجل التاريخ مباراة تاريخية مباراة تاريخية يا سادة. سأبحث عن أوراقي سأفتش في ذكرياتي ولكن كرة من أروع ازدر وساق كرة تنساق جيبها من الشبكة واحدة اثنين ربي معاك اليوم يرجع 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 كولاتو كيريتي سوبر